يقول السائل: ما هو أجر الجلوس إلى الشروق؟ وهل ثبت استغفار الملائكة لمن جلس حتى الشروق؟ الملائكة تستغفر لمن جلس ينتظر الصلاة، من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فإنه في صلاة والملائكة تستغفر له. أما الجلوس إلى الشروق لذكر الله عز وجل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعدل عمره أو حجه تامة، ففيه فضل عظيم.